صورة ايه؟ صورة البطاقة؟ زفت. لا كويس؟ زفت. متطلقة. صورة بطاقتك مالها؟ رايك فيها؟ تحفة. رد سجون. نو كومنت. يعني انا عايز اقطع البطاقة كلها وتصور من جديد. زي الفل كده تمام. احلى صورة اتصورتها في حياتي. يعني زفت. فضيحة. انا اصحابي ماسكينها عليا زلة. واحدة صورت صورة البطاقة وقالت لي لو عملتي اي حاجة هنزلها على الفيسبوك. وانا طالعة من السجن. صورة بطاقتي؟ ما جاتش. متسول. احول. مش عاجبني. صورة بطاقتي؟ ثانوي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بشع يعني. اكيد بشع. ما مطلعاني عيني اليمين عورة بصراحة. مش عاجباني اصلا لان انا اصلا ساعات بعض يعني اتعرف عليها هي دي صورتي ولا لا لان مش عارفه هما بيصوروا على غفله. كل المصريين كده. تدفع كام الطياره؟ ادفع كام؟ انا هصور. لا عايزينه مش مشكله اغير صوت البطاقه حضرتك يعني اجي اطلع بطاقتي قدام حد يشوف انا عامل كده مثلا. ادفع كام؟ والله ادفع نص عمري بس ما اشوفش الصوره دي. ادفع نص عمري والله. لا انا هغيرها ببلاش زي ما طلعتها. ادفع كام وغيرها؟ اي مهم تتغير يعني لكن مش مهم ادفع كام. اي حاجة بس تتغير. نفسي والله يعني لو عايزين اي فلوس ممكن موافقة عادي يعني. لا ما ادفعش ولا مليم عادي يعني هي مش عارة صورة حلوة جدا على فكرة. صورة كويسة جدا. لو ادفع يعني مثلا لو قالولي 200-300 جنيه ادفع. ادفع عمري ما فيش مشكلة بس الذل اللي انا عايشة فيه ده ما ينفعش. صورة البطاقة دي لازم يتغير بحس ان هو واحد صاحبي مش انا. 400 افكر 500 اكتر من كده لا بصراحه. لا وحشه جدا طبعا يعني ما ينفعش انا متصور وطالع في البطاقه واحد تاني مش عارف مثلا ازاي لما حد يشوف صوره بطاقتي يميزني ما هو مش عارف. اي حاجه اللي معايا دلوقتي الصغيره. لا ادفع كتير الصراحه. صح بس هدفع. انا اقول كلمه واحده بس. حسبي الله ونعم الوكيل.